السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الثامن في درس جديد من الدروس المصورة لمادة الرياضيات بعنوان حل المعادلات المتعددة الخطوات الجزء الأول، وهو الدرس الثالث من الوحدة الثانية. أهداف الدرس: سوف نتعلم في هذا الفيديو أولا حل معادلات متعددة الخطوات باستعمال خاصية التوزيع، ثانياً التخطيط لعدد من طرائق الحل واختيار واحدة منها لحل المعادلات المتعددة الخطوات. والبداية مع فقرة حل وناقص. صفحة 93: يمتلئ خزان بالماء عبر أنبوبين، تتدفق المياه عبر أحدهما بمعدل 25,000 لتر في الساعة، وعبر الأنبوب الآخر بمعدل 45,000 لتر في الساعة. يخرج الماء من منظومة الخزان الواحد بمعدل 60,000 لتر في الساعة. هناك 3 من هذه الخزانات، سعة كل منها 1,000,000 لتر. كل من هذه الخزانات الثلاث ممتلئ حتى منتصفه. يتدفق الماء إلى هذه الخزانات ويخرج منها بأقصى كمية. حدد عدد الساعات X اللازمة لتمتلئ الخزانات الثلاثة. وقبل البدء في حل السؤال، إليكم مجموعة من الأسئلة التوجيهية. ما هو خزان الماء وما كمية الماء التي يتسع لها هذا الخزان؟ أحسن، هو حوض كبير يجمع فيه الماء قبل أن يضخ إلى البيوت والشركات في المدينة من خلال شبكة أنابيب. سعة كل خزان 1,000,000 لتر، وهو ممتلئ حتى منتصفه في الوقت الحالي، أي يحتوي 500,000 لتر. والآن ما كمية الماء التي تتدفق إلى كل خزان في ساعة واحدة؟ وضح إجابتك. ممتاز، تتدفق المياه إلى كل خزان عبر أنبوبين، أحدهما بمعدل 25,000 لتر في الساعة، والآخر بمعدل 45,000 لتر في الساعة. إذن كمية الماء التي تتدفق إلى كل خزان في الساعة الواحدة هي 70,000 لتر. إذن وما كمية الماء الذي تخرج من كل خزان من خلال الأنبوب الثالث؟ أحسن، يخرج 60,000 لتر في الساعة. وما كمية الماء اللازمة ليمتلئ الخزان الواحد؟ وما علاقتهما بكمية الماء المتدفقة والخارجة من الخزان؟ رائع، بما أن كل خزان سعته 1,000,000 لتر وهو ممتلئ حتى منتصفه، فإن كمية الماء اللازمة ليمتلئ 500,000 لتر، ويجب أن تساوي هذه الكمية كمية الماء المتدفقة والخارجة من الخزان ليمتلئ. والآن ما المقدار الذي يصف كمية الماء المتدفقة أو الخارجة من كل أنبوب خلال X ساعة؟ رأى الأنبوب الأول positive 25,000 X، لأنها كمية متدفقة إلى الخزان، وكذلك الأنبوب الثاني positive 45,000 X. أما الأنبوب الثالث negative 60,000 X، لأن كمية الماء خارجة من الخزان. والآن عزيزي الطالب، أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال. شكرا على المحاولة وإليكم الحل. ولكن أولا إليكم هذا السؤال: ما المقدار الذي يصف تغير كمية الماء في الخزان الواحد خلال X ساعة؟ أحسن، 25,000 X plus 45,000 X minus 60,000 X. إذن كمية الماء التي تتزايد في الخزانات الثلاث بمرور الزمن باستعمال معدلات التدفق والخروج 3 ضرب بين قوسين 25,000 X plus 45,000 X minus 60,000 X، ثم استعملت خاصية التوزيع لإيجاد معدل الامتلاء الساعي للخزانات الثلاث، وذلك من خلال ضرب العدد 3 في 25,000 X ونحصل على 75,000 X، وضرب العدد 3 في 45,000 X ونحصل على 135,000 X، ثم ضرب العدد 3 في negative 60,000 X ونحصل على negative 180,000 X، فنحصل على 75,000 X plus 135,000 X minus 180,000 X، وبعد التبسيط نحصل على 30,000 X. وكل خزان يحتاج إلى
500,000 لتر ليمتلئ، أي أن الخزانات الثلاث تحتاج إلى 1,500,000 لتر. وللتذكير، لكي تمتلئ الخزانات الثلاث يجب أن تتساوى كمية الماء التي تتزايد فيها 30,000 X مع كمية الماء التي تحتاج إليها 1,500,000 لتر. إذن أكتب المعادلة 30,000 X equals 1,500,000. ولإيجاد قيمة X قمت بقسم طرفي المعادلة على 30,000، وبعد التبسيط في الطرف الأيسر من المعادلة والتبسيط في الطرف الأيمن نحصل على X equals 50، وبالتالي تلزم 50 ساعة لتمتلئ الخزانات الثلاث. وهكذا أجبنا عن السؤال حسب طريقة مجموعة من الطلاب. ولكن كيف ساعدت خاصية التوزيع على إيجاد الحل؟ أحسن، ساعدت خاصية التوزيع على تبسيط المقدار، وذلك بضرب معدلات خزان واحد في عدد الخزانات. والآن إليكم طريقة أخرى لمجموعة ثانية من الطلاب. بما أن الخزانات الثلاث لها نفس الحجم وتمتلئ بنفس المعدل، فإن امتلاء كل خزان من الخزانات الثلاث يستغرق نفس المقدار من الزمن. وهكذا نكتب المعادلة 25,000 X plus 45,000 X minus 60,000 X equals 500,000. وبتجميع الحدود المتشابهة في الطرف الأيسر من المعادلة نحصل على 10,000 X equals 500,000. والآن لإيجاد قيمة X نقوم بقسم طرفي المعادلة على 10,000، وبعد التبسيط في الطرف الأيسر من المعادلة والطرف الأيمن نحصل على X equals 50. إذن تلزم 50 ساعة لتمتلئ الخزانات الثلاثة. وهكذا أجبنا عن السؤال حسب الطريقة الثانية. فما وجه الاختلاف بين الطريقتين؟ أحسن، الطريقة الأولى اعتبرت أن الخزانات الثلاث كخزان واحد، بينما الطريقة الثانية استعملت خزان واحد معللة ذلك بأن الخزانين الآخرين يمتلئان بنفس المعدل، أي أن امتلاؤهما يستغرق نفس الزمن. والآن ننتقل إلى فقرة التركيز على ممارسات الرياضيات. استعمل البنية. ما الطريقتان المختلفتان لتبسيط المقدار 4 ضرب بين قوسين 3x plus 7x minus 5 بحيث يساوي 40x minus 20؟ وضح إجابتك. والآن أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال. شكرا على المحاولة وإليكم الحل. قم بتجميع الحدود المتشابهة داخل القوس أولا، ثم استعمل خاصية التوزيع كالآتي، حيث بعد تجميع الحدود المتشابهة نحصل على 4 ضرب بين قوسين 10x minus 5، ثم باستعمال خاصية التوزيع وذلك بضرب العدد 4 في الحدين 10x و negative 5 فنحصل على 40x minus 20. أو استعمل خاصية التوزيع ثم جمع الحدود المتشابهة وذلك بضرب العدد 4 في الحدود 3x و 7x و negative 5 حيث نحصل على 12x plus 28x minus 20. والآن بتجميع الحدين المتشابهين 12x و 28x نحصل على 40x minus 20. وهكذا نصل إلى السؤال الأساس لهذا الدرس، كيف يمكنك استعمال خاصية التوزيع لحل معادلات متعددة الخطوات؟ والآن مثال 1 صفحة 94. سجل أحد معلمي مادة الرياضيات المسافات التي قطع أحد طلابه بالدراجة الأسبوع الماضي، وطلب من طلابه إيجاد عدد الكيلومترات التي قطعها بالدراجة يوم الخميس. ما المسافة التي قطعها الطالب يوم الخميس؟ علما وأن إجمالي عدد الكيلومترات التي قطعها الطالب من الاثنين إلى الأربعاء هو نفسه إجمالي عدد الكيلومترات التي قطعها من الخميس إلى السبت. والآن قبل حل السؤال إليكم بعض الأسئلة التوضيحية. ماذا يمثل المتغير X في هذه المسألة؟ أحسن، عدد الكيلومترات التي قطعها الطالب يوم الخميس. وماذا يمثل المقدار 4x plus 3؟ رائع، يمثل إجمالي عدد الكيلومترات التي قطعها الطالب من الاثنين إلى الأربعاء. والآن ما العلاقة بين إجمالي عدد الكيلومترات التي قطعها الطالب من الاثنين إلى الأربعاء وإجمالي عدد الكيلومترات من الخميس إلى السبت؟ ممتاز، متساويان.
والآن ارسم مخطط أشرطة لتبين العلاقة بين الكميات، حيث نمثل عدد الكيلومترات من الاثنين إلى الأربعاء بشريط 4x plus 3، وعدد الكيلومترات من الخميس إلى السبت بثلاثة أشرطة x، وهي المسافة المقطوعة يوم الخميس، و x plus 7 المسافة المقطوعة يوم الجمعة، و x plus 7 المسافة المقطوعة يوم السبت. والآن نمزج. كيف يمكنك إيجاد حل المعادلة باستعمال مخطط الأشرطة؟ أحسن، باستعمال مخطط الأشرطة نقوم بتقسيم الأشرطة للحصول على شريط للمتغير x وشريط مقابل له يمثل قيمته، والبدء يكون بتعويض 4x بأربعة أشرطة للمتغير x، وفي المقابل تعويض كل شريط x plus 7 بشريطين x و7. والآن مع ترك الشريط الأول على نفس الوضع وفي عدد الكيلومترات من الخميس إلى السبت، وبعد ترتيب الأشرطة التي تمثل المتغير x على الجهة اليمنى وشريطي 7 على الجهة اليسرى، وتعويض إحدى شريطي 7 بشريطين 4 و3، وأخيرا بحذف كل شريطين متقابلين ويمثلان نفس القيمة، نلاحظ أن شريط x يساوي شريطين من 4 و7، إذن x equals 11. والآن إليكم الحل. وقبل عرضه أطرح هذا السؤال، بما أن الطالب قطع نفس المسافة يومي الجمعة والسبت، فما المقدار الإجمالي لهذين اليومين؟ أحسن، x plus 7 بين قوسين plus x plus 7 بين قوسين، أو 2 ضرب بين قوسين x plus 7، ونستعمل 2 ضرب بين قوسين x plus 7 لأنه أسهل قراءة. إذن باستعمال مخطط الأشرطة المجاور نكتب معادلة ونحلها لإيجاد قيمة x، فنحصل على 4x plus 3 equals x plus 2 ضرب بين قوسين x plus 7، وباستعمال خاصية التوزيع على المقدار 2 ضرب بين قوسين x plus 7، أولا أكتب 4x plus 3 equals x، ثم بضرب 2 في x نحصل على 2x، وبضرب 2 في 7 نحصل على 14، فتصبح المعادلة 4x plus 3 equals x plus 2x plus 14. وما الخطوة التالية؟ أحسن، تجميع الحدين المتشابهين x و 2x، فنحصل على 4x plus 3 equals 3x plus 14. والآن بطرح 3x من طرفي المعادلة تسمح لنا هذه الخطوة بتجميع الحدود التي تتضمن المتغير x في أي طرف من المعادلة. أحسن، في الطرف الأيمن حيث بعد التبسيط في طرفي المعادلة نحصل على x plus 3 equals 14. وما الخطوة التالية؟ ممتاز، طرح العدد 3 من طرفي المعادلة، وبعد التبسيط نحصل على x equals 11. والآن تحقق من إجابتك، وبعد كتابة المعادلة الأصلية 4x plus 3 equals x plus 2 ضرب بين قوسين x plus 7، نعوض 11 عن x فنحصل على 4 times 11 plus 3 هل يساوي 11 plus 2 ضرب بين قوسين 11 plus 7. وبما أن 11 plus 7 equals 18 فإننا نحصل على 4 times 11 plus 3 هل يساوي 11 plus 2 times 18. وبإيجاد نواتج عمليات الضرب نحصل على 44 plus 3 هل يساوي 11 plus 36. وأخيرا نحصل على 47 equals 47، وهي مساواة صحيحة، إذن الحل صحيح. إذن قطع الطالب بالدراجة يوم الخميس 11 كيلومترا، وهكذا أجبنا عن السؤال الوارد في المثال. والآن إليكم تدريب مباشر، حاول أن تحل صفحة 94. حل المعادلة 3 ضرب بين قوسين x minus 5 minus 5x equals negative 25 plus 6x. وقبل البدء في حل السؤال، كيف يمكنك تبسيط المقدار 3 ضرب بين قوسين x minus 5؟ أحسن، لتبسيط هذا المقدار اضرب 3 في الكميتين x و negative 5، وهذا يساوي 3x minus 15. والآن أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال. شكرا على المحاولة وإليكم الحل. وبداية نضرب العدد 3 في x ثم نضربه في negative 5 فنحصل على 3x plus 3 times negative 5 minus 5x equals
negative 25 plus 6x. وبما أن 3 times negative 5 equals negative 15 فإننا نحصل على 3x minus 15 minus 5x equals negative 25 plus 6x. وما الخطوة التالية؟ ممتاز، تجميع الحدين المتشابهين 3x و negative 5x فنحصل على negative 2x minus 15 equals negative 25 plus 6x. والآن بإضافة 2x إلى طرفي المعادلة فهذه الخطوة تسمح لنا بتجميع الحدود التي تتضمن المتغير x في أي طرف من المعادلة. أحسن، في الطرف الأيمن حيث بعد التبسيط في طرفي المعادلة نحصل على negative 15 equals negative 25 plus 8x. والآن نضيف 25 إلى طرفي المعادلة وبعد التبسيط نحصل على 10 equals 8x. وما الخطوة التالية؟ ممتاز، قسم الطرفي المعادلة على 8 وبعد التبسيط نحصل على x equals 10 over 8 وبقسمة البسط والمقام على 2 نحصل على x equals 5 over 4 وهكذا أجبنا عن هذا السؤال. والآن مع فقرة أقنعني صفحة 94. أقنعني، هل يمكنك إضافة x إلى negative 5x في الطرف الأيسر للمعادلة؟ 3 ضرب بين قوسين x minus 5 minus 5x equals negative 25 plus 6x. كخطوة أولى وضح إجابتك. والآن فضلا أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال. شكرا على المحاولة وإليكم الحل. لا يمكننا تجميع negative 5x مع x الموجود داخل القوسين لأنه بعد استعمال خاصية التوزيع سيصبح 3x. إلى هنا أعزائي الطلاب نصل إلى نهاية هذا الدرس. شكرا على حسن المتابعة والانتباه وإلى اللقاء في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثامن.